يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. عايزي نواصل ونصل. عايش دي مش ننتقل لموضوع آخر. ومن الفرائض الحاجات اللي فرضها علينا ربي. ومن الفرائض ما هو آخر ما تحدثنا عن أكل سباع الطير وكل ذي مخلب ونياب، تفهمنا على الحيوانات الجيد منها والمكروه والمحرم. ده ومن الفرائض بر الوالدين. هذا شيء مهم جدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. ما قلنا إحنا كل خلق به بين زوج أخلاق مذمومة، الشح مشو والتبذير مشو والكرم هو الوسط يعني والإنفاق في سبيل الله هذاك الوسط. وديننا دين الوسط هي دين الأخلاق العالية اللي هي وسط بين طرفين مذمومين. الحافة هذه مذمومة والحافة هذه مذمومة طيح والوسط هو الباهي لوتورود اللي هو ضاوي ومستوي ويوصل فيسع للهدف. إذن ومن الفرائض بر الوالدين. وإن كان فاسقين قال ولو كانوا ما همش مستقيمين هسي وكان يكونوا حتى مشركين. نعم مشركين. حتى مشركين حتى يهود حتى ينصارى قالك مادام هم والديك بر بهم ما تتبعهمش إلا في الكفر وفي المعصية كو. ما تتبعهمش في الكفر والمعصية. إذا كان هو شريب خمر يقول لك ألم تشرب معي الخمر قولوا لا. قلت ما تصليش قلوا لا. كل ما هو معصي لله عندنا قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية. هذا ربي قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. وبعد قال وصاحبهما في الدنيا معروفة لكن يزمك تنفق عليها كيف يمرضوا تعالجهم كذا ولو يكونوا مهما كان هكا دينهم بينهم وبين خالقهم. ما تشمتي مش تحاسبهم على دينهم ولا مش تحاسبهم على توجههم وكذا. هذاك بيع تدعوهم للخير بكل لطف وكذا. وإذا كانوا غير مسلمين تدعوهم للإسلام وتجتهد باش تدعوهم للإسلام. وإذا كان يرتكب في معصية تبين له خطر هاك المعصية وكذا تدعوه إلى الله خاطرك تحب لهم بالخير بالطبيعة. كان طاعوا يا حبذا عندك أجرين. كان ما طاعوش على كل حال أنت عندك أجر تبليغ. هم يتحملوا مسؤوليتهم وحدهم قدام ربي ما تكونش شريكهم أنت يوم القيامة. هذا يعني كل حاجة في بابها كونه يعني هما غير مسلمين ولا يعصوا في ربي هذيك هذا كباب يتحمله هو مسؤوليته قدام ربي يدي عليك نصيحة برك بالتي هي أحسن. وكونه يعني واجب عليك باش ننفق عليهم واجب عليك باش تعالجهم هذا كم يسقطش بالكل مهما كان صنفه مهما كان. ما تقولش لا هما كفار ما تعرف بهم لا غلط. قال ولو يكونوا فاسقين يعني خارج ترك صلاة مثلا يشرب خمر هذا تفسق يعني قال هذاك ما يمنعش كونك تبرهم خاطر البر واجب. ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين. الفاسق كل من خرج على طاعة ربي يسمى فاسق بترك فريضة ولا بارتكاب معصية. زين وإن كانا مشركين يعني لأن أعظم معصية الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتهوي به الريح في مكان سحر. شيء كبير الشرك أكبر معصية أكبر كبيرة
ربي ما يغفرش باش تشرك به تعمل معه غير ابدا. واللي يموت على الشيء هذاك حرام عليه الجنه اصلا، ما يدخلهاش ابدا وما يخرج من النار ابدا، وهو اعظم معصيه. ربي الحاجه هذيك ما يغفرهاش. اللي مات عليها كان مشرك ودخل في الاسلام يسامحوا رب، ولو الصحابه ما فهموا اللي كانوا مشركين ودخلوا في الاسلام. به فليقل لهم قولا لينا، فليقل لهم قولا لينا، سمى قول معروف زين. قال الحاجة اللي تغير قلبهم حتى حرفين لا اوف، شنو هذيك اوف؟ يبدي حدث فيه كل اوف، قداش تخرني برشا، يقول بوك قداش وليت تخرنين. اوكي يكبر هو ساعات يخف العقل شوية، يولي اش ما يجي يغضب واش ما يجي زاد يرضي، لكن يكثر تدخله في برشا موقع قاعد في الدار. اش بيه هذيك؟ اش بيه هذيك؟ واش بيك انت تعمل هيك؟ يقول اوف يخلينا راه يضيب تي عليك عوينا اسكت بها، تي شم سبحتي كل سبع، كل هذا ما يجلس خاطر فيه تغيير قلوب. قل يا باب يهديك ربي، الحاجة هذه مش فسرت علاش عملت هكاك، وان شاء الله ترضى علي ربي يا باب ادعي وتخيل. خير خير اوف وكذا وهني خارج ملا وكذا وساعات يقولوا انت ايش تعرف احنا تو تعلمنا وثقفنا وانت الناس قبل عليك عين اسكت اوكي. الامور هذه ما تفهمهاش، يغيروا برشا هذه اكثر من اوف. ولهذا اعرفوا كيفاش تتعاملوا مع والديكم، اللي خلطت على والديه كبار هذاك الباسبور نتاع الجنه اذا كان عرفت كيفاش يتصرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صعد على المنبر، راكم سمعتها، قال آمين في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية قال آمين، الدرجة الثانية قال الصحابة تعجبوا خاطر يسمعوا في آمين ولا يسمعوا لا دعاء لا شيء. بعد سألوه بعد خطبة وصلاة سألوه قالوا يا رسول الله، خاطر يلاحظوا برشا الصحابة وما يفرطوا حتى حاجة اللي يفهمها، قالوا يا رسول الله سمعناك طالع على المنبر تقول آمين درجة الأولى ودرجة ثانية آمين ودرجة ثانية، ولا سمعنا دعاء ولا سمعنا شكون يتكلم فيك ولا شكون يدعي وانت تأمن عليه، فسر لنا شنو. قال أتاني جبريل فقال بعد من أدركه رمضان ولم يغفر له، مسكين محروم اللي جاء رمضان ما عرفش كيش يسوق بالكدا وما عرفش كيش يحافظ على لسان ويحافظ على جوارح وكذا، عطايا محروم يعني ما صور شيء من رمضان وبعيد على كل على بعده يعني دعاله بالبعد على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم امين يستاهل ما دام ما عرفش قيمه رمضان. وقال بعده من ادرك ابواه شيخان كبير ولم يدخله الجنه، وما دخلش الجنه عمل معهم عقهم وكذا فتحرم من دخول الجنه. قال دخول الجنة بالبر بتاعهم خاصة في الكبر، خاطر يوليو ضعاف، انت تولي قوي هم يوليو ضعاف، خاطر انت كيف كنت ضعيف وقوي ما تجيب تتجر عليهم تعمل هيك في صرفتك وكيف ولو ضعاف وانت قوي تولي تنجر عليهم. قال هذا كتولي يدخلك للنار كالجوم هذيك، ولكن اذا كان انت كنت عاقل فتصبر عليهم وتطول بالك عليهم وتلين معاهم وكذا تدخل الجنة. قال بعد من أدرك أبوه شيخا كبير ولم يدخلها الجنة، وعصاهم وعمل فيهم وعمل فيهم وربما حطهم في دار العجز مرة واحدة، هذاك عاد قعر المنديل ما بقاش في أخلاق بالكل. وفما اللي يكتب له الدار يخرجوا منها، يكتب لولد الدار يخرجوا منها، سمعتوش بها؟ سمعتني بها؟ الناس ما يخافوش ربي، وتلقى بوهم كانوا عال عليهم هاتي فكوا له المال وطيش. دوبل يكتب لهم الدويرة حزوا دار العجز حتى الناس قعدت تلوم عليهم وتوبخ فيهم. من الذرية هذه عاقة شو فما هكا علاش وليت قلت للوالدين ما تكسبوش رزاقكم لاولادكم، اذا كان حبت تحبوا تقسم عليهم كيما الميراث قسم عليهم كل شيء وامشوا للعدول عملوا هيبة رقبة، راني نتصرف في مال الكل الى الوفاة، بعد الوفاة يولي لهم هذيك تسمى هيبة رقبة. وين عملتها زاد هيبة شنو يا سيدي؟ هيبة يسميوها هيبة رقبة، أنك ملكك تتصرف فيه ما دامك حي، لكن هاك مقسمه، هاك مقسمه بالحجج على وليداتك، دبل تموت كل حد حجته لا يتعاركوا ولا يتخاصموا، أحسن طريقة.
احسن طريقه، خاطر ساعات كبير يتغول على الصغير والذكر يتغول على الانثى، وكيف اواني ما نحبوش يمشي للنسيب وما نحبوش يمشي كذا وكذا، وانت هنا عندك الواش نعطيه فيك، والدار هذه نحب ناخذها ياني، والارض هذه نتاع الباني نحب ناخذها ياني. هذا يقع ولا ما يقعش؟ يقع. فما ميراث حد 30 عام ما تقسمش على هالمشاكل هذه. هذا يحرث والاخر يحصد، هذا يبني والاخر يطيح، حتى ولات بنتوات. وكان عمل كما قلنا هكا، قبيلات حتى شيء، يقعدوا خيال ويحبوا بعض، الاخوه يحبوا الاخوات، والاخوات يحبوا الاخوه، وتصير الرحم تمام متواصل، وكل حد حوجته فيه، لا من ينازعوا لا من يفك له رزقه. باهيش هذا، هذه نوصي بها كل حد اللي يخاف على الاولاد ويتخالفوا فيما بعد. هاي يعطيك بالصح، يعني ديما هذه ننصح بها خاطر هذه ما تخليش حتى مشكل، وما يحصلش فلوسهم في الخصام، خاطر كيف واحد يعرض يتعرض في... اسمع، كيف واحد يتعرض يقول من... لا فما قسمه لا فما كذا لا فما كذا، حتى الميت يبدا تاع في قبره، لانه مش قلبه مع اولاد ولا متهمين، خاطر ينجم يوصل له الخبر في القبر. كيفاش يوصل الخبر؟ كيف يموت ميت جديد يسألوه الموتى القدم، كيف تركتم أهلي، كيف تركتم زوجتي، كيف تركتم أولادي، إن درى زادوا قرب من الله كذا. إذا كان القوى كيف يفرحوا، إذا كان قال ها داخلين بعضهم هنا قاطعة رحم، يحزن يحزن، يقول هذا نتيجة تربيتي إني ما ربيتهمش من قبل. هو يعمل هذه اللي قلت عليها انت، الهيبه هذه، كيف ولدي يموت؟ ولدي يموت ايش يعمل؟ ولدي يموت تو هذه حشتو لسنه، كيف يموت؟ ما هو حشتو مش تكون لي الورق والورثه نتاعك الاولاد هم اللي يورثوا، مش تورثوا امه مثلا، تورثوا كذا. فهمت كيفاش؟ هو مجرد ما يموت البو كل حد ولا مستحق الحشتو ولدي ولو 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 هو هاني يسمى هو عازب اي الاولاد مات، هذا بوه كاتب له، بوه كاتب له من قبل ما يموت هكا بايو ما ينجم يستحضر عليه حتى حد، خاطر مش كيف مش كي تدم ميراث وانت تموت قبل بوك ما عندكش حق في الميراث، خاطر الميراث ما يجي ما يبدا كان بعد الموت. ان هذا انت كاتب لهم حججهم من قبل الموت في حياتك، كل حد ولا يملك شيء، لكن شنو الحاجه ما يتصرف فيها الا بعد موت بوه، بعد ما تبوه هو يسمعني تو كي تسال سؤال اسمع حتى الاخر. تو كي مات بوه هو الشيء مكتوب لك الولد هذاك، والولد مش موجود مو عند ورثه هاك الولد، لكن الولد اذا كان مش متزوج تولي تورثوا امه واخوته، شفتوا تو يرجع لهم، واذا كان متزوج تزوجت هو ولاده. اما اي حاجه كتبتها في حياتك تقعد هيك ملكه، سواء مات قبلك ولا مات بعدك، كان مات قبلك يولي ميراث للورثه نتاعو، كانوا مش متزوج والورثه نتاعو امه مثلا اخواته، وكانوا متزوج زوجته ولاده. فهمت المساله واضحه؟ خاطر مكتوب هذا بمجرد ما يتوفى الوالد كل حد يولي مستحق لحجته هذيك، يعني هذا كملكه. الا مات حتى قبل مش يتعدى الميراث الورثه نتاعو، ما يضيعش الحق، بخلاف لو كان هو ما كتبش هكاك ومات واحد قبل ابوه هكا ما يورثش، لان شرط الميراث انك تكون حي نهار تلميت اللي مش تورثه، مش تموت قبل وتقول يهزوا الميراث في القبر. فهمتوا تو سيدي؟ انا سيدي بابا هو الله يحفظه معناها عمل لنا قسم علينا في حياتهم. اي يعطي الصحه. انا سيدي من غير كتيبه بابا خليني خاف من الكتيبه ربما خاطر ما كانش القانون هذا هيبة الرقبة، ما كانش يعرفها هكا، وكان جا يعرفها يعرف اللي ملكه هذاك على ذمته، لكن بمجرد ما يتوفى كل حد ياخذ حجته. لكن اذا كان يكون ولاده باهيين ويخافوا ربي حتى ما يكتبش ينجموا يقسموا كيما قال لهم به، واذا كان واحد منهم استعصى يفسد على صحيح. سيدي قال هذه وصيتك في الديار وصيتكم في الرزق، اي البنات كذا كذا الاولاد، وهذه وصيه واجب باش تحترم، علاش؟ خاطر من بر الوالدين انك تنفذ وصيتهم ما دام ما فيهاش معصيه لله. سيدي الوسطاني دار الوسطاني خويا الوسطاني، شفت كيفاش؟ شفت كي تدم في الجديد هذا كي سيدي راضي 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 هذاك، علاش قلنا يعمل هيبه رقبه للعدول، كتيبه بالعدول كل حد حشته فيده، كل يعطيك كل حد حشته فيده، لكن ما عندوش حق التصرف ما دام بو حي هيك القانون يقول لك. لا تنجم تبيع
لا تنجم تبيع لا تنجم تكري لا تنجم تعمل حتى شيء. لحد الان قعدنا كيف عم بيقي شفت كيف الوسطاني هو يعطيه الصحه وما يمكن ما كانش يعرف مساله هبه الرقبه وكان من اصحى بهره وعملها بس هي ما يعرفش ما يعرفش الله شفت انسان حتى كي ما يعرفش القانون ساعات ليه قعدنا كيف سيدي عم بصير لحد الان نمشيو يعني وقت معناها في زيتون وهما كيك عم بيقي ديما كل مره يعمل مشكل كل عام يقول ليه استنى عاد انتوا مرش لا لا ويبدا عامل على خبزيه كي يعطيها ديقه زيت وهي مثلا بايها مثلا 50 ديقه زيت ولا كذا قول قولها اذا كان يعني ما رضيتش ما عادش نعطيك يبدا عامل عليها مزيه حتى بالشويه اللي يعطيها من بايها يعني هذوك المتغولين في العائله متغولين ساعات الاولاد كبير يرى روحه كيف مقابل بو يعني كنت واقف مع بويا وين كنت تسكر معاه وين يولي عامل مزيه انت كيف تعاون بوك عامل عليه مزيه مالش ما قلتش بوك اعطيني اجرتي كيف انت تخدم عنده بالاجره تو بعد تحب تقص عليهم لا مو من الاول وضح امورك اندرا انت تعاون بوك من باب بر الوالدين ولا تخدم عنده بالاجره كان تخدم عنده بالاجره قول له اعطيني اجرتي اسيدي نسكرك وقرا لك اعطيني اجرتي مش تجي بعد للورثه وتحطر في لهم تقول يعني اللي كنت واقف على رزق وكذا وانتم اللي تعبتوا معايا ولا قفتوا معايا مال الكل ليلي شنو هذا الكلام هذا انسان يعني اناني ومحب للدنيا وما يخافش ربي هذا يا ويل ويوم القيامه يسمى كلام اليتيمه اليتامى خاطر تو بنيات مات بوهم هو يتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نار ياكلوا فيها يوم القيامه 50,000 عام نار طوله والنار تاكل فيهم يعني قبل حتى يدخلوا الجنه اكل مال الحرام اللي اخذوهم تاع اخواتهم ومال اليتامى امر يعني امر على الانسان واصعب يعني واصعب يتمنى يوم القيامه لو كان يرجع للدنيا باش رزقه الكل يتبرع به ويقول سامحوني مش حتى بتاعه يعطيه ويقول سامحوني برك ما كلش نظن هيك ها شيء كبير يا شيء كبير تولي اخش بالارض تعدى حتى اليسر بتاع صاحبه وحترف منه ايش بر هيك كل مره ياخذوش خلاش بر قال يجي يوم القيامه يحمل من 7 اراضي من 7 اراضي مش الارض الفوقانيه بس هو حاطه على مو خاطر يعظم له ربي شو جثته ويهز هاك الحمل 50,000 عام وهو هازه ويبحث على الماليه جيتك بجاه ربي خذ ارضك يقول وين وقت اللي في حاجه اللي ما باش تعطيها لي خذها ما حاجتك بحسناتك ما حاشيش بارضي تو مش نعم مش في احرف هاني تو لا وكان جاي يخافوا ربي ويعرفوا الحاجات هذه ما يمشيوش الحاكم بالكل الناس كل تعبد مع بعض وهذا اللي كان واقع عند الصحابه ما عندهمش محكمه يمشيوا لها يحكموا كتاب ربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما يحبش يحكم الرسول ويحبش يحكم ربي سبحانه وتعالى ما هوش مسلم علاش اسمعوا مليح قال ربي سبحانه وتعالى في الموضوع فلا وربك لا يؤمنون ما يكونوش مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم في خلافتهم كل حكموك انت يا رسول الله يعني حكموك يحكموا القران خاطر اللي حكم الرسول يسمى حكم القران خاطر ما يطع الرسول فقد اطاع الله فهمتوا تو انتم تو تفهموا المواضيع خاطر ربي اكرمكم بطالب العلم والجهال هذيك المصيبه هي في الجهل ما يعرفش ما له وما عليه يعرف انا يعرف يحب الدنيا ويعوم مع الكل وكو يرى روحه راجل كيف عام مع الكل يولي في رجوليته في ياكل حقوق الناس انا شكون يتكلم معايا يعني عندي اخت تقول لي اعطيني باي بويا ها وباهي ويبدا يفتل في الشلاغم يسحب هيك رجوليه هيك خسه ودناءه يعني وظلم حتى السنين قال هاكل كل ناحيته الزيت وين ما عطانيش ربي الزيت. يقول لوم على ربي ما عطاكش. قول له حارب ربي ما عطاكش. قول له ها اش بي ربي عطاك يعني مش راضي حتى بقسمة ربي يعني. اللي يعترض على الله يولي ماشي الشرك هذا. ماشي الكفر يعني. كل من يعترض على الله شبيه ربي اعطاه الناس وين ما اعطاني ان شاء الله اول الحسد والحسد ياكل الحسنات كما تاكل نار الحطب لا حول ولا قوه حكم الكل انتم مش على الاقل كيف الظلم يسكت
يظلم بذاته فوقانية. هاي نرجعوا به ساعات نفس قوس طويل به. ومن الفرائض بر الوالدين وان كان فاسقين وان كان مشركين فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف وليعاشرهما بالمعروف. رب يحب العشر بالمعروف سواء بين زوجة زوجه وزوجته سواء بين الوالدين ولادهم عشر بالمعروف. يعني عامل معايا الخير وعامل معاك الخير هكا. الوالدين واجبين باش يعملوا الخير مع وليداتهم والوليدات يعملوا الخير مع ولدهم. هذاك العشر بالمعروف. لا تضرني لا نضرك، لا تذيني لا نذيك، لا توجعني لا نوجعك. هذاك العشر بالمعروف. محلهم اللي يتعاشروا بالمعروف كيف ساعات زوجه زي يقول مالنا واحد راه مالك مالي ومالي مالك يعني كيف يقول. وانت اذا كان رشيت شفت يغضب غضبت اجا رضيني وراه الشيطان دار بيا واني كي نشوفك غضبت زاد نجي رضيت مثلا ونصبر على بعضنا حتى كيف ساعات يقع بين التخليف هكا من الشيطان. لازمش يعني نحقدوا على بعضنا ولا نوصلها للطلاق ولا كذا، لا نتسامحوا وتتواصل العشرة. وماذا بين الوليدات زاد ما يسمعوش بخلافاتنا حتى كي يوقع شوية خلاف سكروا الباب على رواحنا ونفضوه نحلام اللي يبدأ كينا هيتش. هذا فما درجة في راسها يعني ذايقة من زوجها يدخل لك يعني مازلنا ما وصلناش هذه الدرجة هنا الله يجمعنا. قليل هو قليل اللي يتعاشر بالمعروف راه قليل قليل خاطر فما حتى تدخلات الغيره اللي يحبوا يفرقوا زاد ان مالها تقام ضده ولا ماليه ضده كيك ولا يدخلوا حتى الاخرين يدخلوا خشوفهم يعني يودي يلزم زوج وزوجه ما يدخل فيهم حتى حد يلزم. والام الباهيه حتى كيف تجي بنتها غضبانه تقول لابد انت غلطت وتعرف تعرف كيش تصير معاه وكان عرفت كيف يصير معاهم يستحيل باش يذيوك ولا كذا ولا يخرجوك ولا كذا. تولي تلوم على بنتها وبنتها كيف تلقى كيكة تولي تاخذ احتياطها تولي تعرف كيف تتصرف باش مش ضربتين مش تمشي حدا امها ولا مش حدا ضربوها ولما مشوا باش تقول اقعد تو نوري ايش تعمل النساء وتولي قضيه وتولي محاكم وتولي مش ام باهيك تو نوري ايش تعمل النساء. لا حتى تشوف الساعة شنو هي القضية وكذا وقل بنتك باش تنقص مرويحتها وكذا وتلين في المعاملة وكذا. راه كل واحد تعامل بالمعروف تعاشر بالمعروف مهما يغلط مهما يغلط بعد يرجع عليه ضمير ويقول شوف يعني نعم معاه في الشر ويعم معاه في الخير خبتين مش نرجع على نفسي ونتقي الله. يولي تعرف كيف توريها كيفاش توريها كيفاش تعيش خاطر هي عندها تجربه كبيره الام توريها هاو كيفاش تعيش يعني هاو كيفاش تتعامل مع زوجك مع حماتك مع باش يحبوك وباش يعني يعملولكش اذايا وما توليش نهار نهاري ما جاي حدايا كذا. شنو هي الحياه هذه؟ احنا حابين نتهناو عليك مش باش نقعدوا نتحملوا في مشاكلك ومشاكل صغارك وكذا. هذه الام الباهيه الام الباهيه اللي ترد بنتها. اما الام المشومه اللي تحللها يا خاني عندي منك برشا هات ونوريه انساش تعمله فما والله هذه ما تصلحش الام. هذه في الحقيقه قاعده تمشي ضد مصلحه حتى بنتها ثم خطا قول لما نحضروش البنات وحاجه اخرى زادت لو نفرض الخلاف كبر بين الزوج وزوج قال نجيبوا واحد من اقاربها واحد من اقارب من الناس الباهين زاد الناس كي الناس باهين هاك الكبار اللي يخافوا ربي وكذا قال باذن الله ربي يوفقهم باش يصير وان خفتم شقاق دينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. قال بالحق اذا كان عندهم نيه الاصلاح ربي يوفق والشيطان يندحر وترجع المياه المجاري خير من الطلاق وخير من الغضب وهي في ضربها هو وحده هو اللي عاد ينجم يبل ويعل وهي تولي رزينه في ضربها مش كيف هي صبيه كيف هي بصغارها هي بيدها تسرق روحها وهما حتى امها وكان حرضتها ويجي وقعد وما عادش ترجع له كذا بعد شر وشر يقول لكم هاو صغيرك كسر هاو صغيرك بزع هاو كذا اللطف منك ومن صغارك في الاخر يولي خالقين منها يعني وبينما في الاول حرضوا فيها. يقول المراه ما تساعدها كان دار زوجها او اقول لكم نصيحه المراه ما تصلح بها الا دار زوجها هكا مهما كان
وهاي كنت تشوفوا كيف يدخل الشيطان هيك ويقع بينتهم خلاف بعد مدة كل حد يولي يوبق في روحه يقول والله في داري خير ولو نصبر على الغلطة اللي غلط عليه خير من اللي قاعد هيك على أبوي وأمي وكذا وصغاري وكذا وكذا كان يقعد على الشوك يعني هو زاد يندب يلقى روحه وحده يغسل في دمشه وحده ويطيب وحده يقول من العيشة هذه أي يمشي لها يمشي لها ويبدأ يتجدى فيها ربي يسامحوني وراني غلط وكان أي امرأة تقول أي الله يبارك هي تبدأ تسنى فيها خطر ما يمكنش باش يصبر على بعض امرأة ورد بالك رد بالك واحد يشكي لك من الاخر وتجي ضد الاخر خاطر بعد تقول له راي فلان قالت فيك وقالت فهمتوا تو كيفاش ردوا بالكم اذا اختلفوا زوجين تجي لك المظلوم وتقول بيه وعليه وكذا وعمل لك وتدعي عليه وكذا راي كيف يتصالحوا تبلغ له راي تبلغ له فلان قالت فيك وفلان قالت فيك ردوا بالكم تحصلوا الحصله هذه قل له ربي تقول ربي يهديه وكذا وارجع لزوجك وكذا وانت زاد نقص من روحك شوي هيك بالحق ما تنجم تشد عليك حد شيء منك قلت له من الراجل عندك يراه وجيه وكذا وتبدا تدعي وكذا تبلغ له يولي يحقد عليك يقول لك خيت الداخل بيني وبين زوجتي هاي زوجتي رجعت لي هيك قعدت انت على بر ولا شنو ردوا لازم تعلموا الحياه زاد حسن ضربي رفعت السحاب جدا هو يقع ساعتها يقول لك مصار انت تعرف في الكرش يا اخي جاوا دخلوا فيها اولادي دخلوا بالصلحه بالتي انا ما نساش الاولاد خاطر اقرب الناس يراوهم مثلا ظلم امهم بالطبيعه باش يحميوا على شويه يا بابا ما يجيش هيك هو حتى ابوي لا يخاف من قلته ما يقولش ايه شبيك تظلم في امه ولا تظلم في امه لا ما يجيش كيكه يا بابا ما يجيش راه هذيك امنا وكذا وعندها قيمه وقدر عندنا كيف تعملها كيكه كيفاش يعني ما يجيش ويا امنا انت زاد حاول بس تسامحوا وقت تعشش برشا هل كيف يدخلوا لك تسمح لهم يعني نبهاهم خاطر واجب عليهم باش يبروا الاثنين حتى ولو بدهم متعاركين واجب على الاولاد باش يبروا الاثنين ما يقولوش احنا ضد بونا خاطر غير امنا ولا ضد امنا خاطر غير بونا ولا ما عادش يكلموه ولا ما عادش كذا ولا يجفهم لا حرام هذا الاولادين ما يلزمش يتداخلوا في مشاكل أبوهم وأمهم إلا بالتي أحسن وكهو أما بوش يغضب على هذا ما عادش يكلم هذا لا حرام عليه إيه سبحان الله والواحد صحيح ساعات يدخل الشيطان ويفسد شوية الملعوب لكن بعد المؤمن كيف يرجع لنفسه يقول ما حقنيش نتصرف هيك حقني نقص من روحي حقني تسمح حقني بدلتك ساعة بساعة ساعة تغش راني مشيت توضيت وصليت ركعتين راه طار الغش وفا كل شيء هذا يعني هذه نصائح تفيدكم على الميدان يعني هذا شيء نقراوها من احكام ولكن النصائح المهمه هي اللي تفيدكم على الميدان تعرفوا كيف تتصرفوا مع الناس باش تبداوا محبوبين عند ربي وعند الملائكه وعند الناس راهو ربي اذا حب عبد يقول سيد جبريل اني احببته فاحبه سيد جبريل ينادي في الملائكه بتاع السماء لا تحصى ولا تعد ان الله احب فلان فاحبه ويضع له ربي القبول في الارض ولي محبوب عند الناس هذا كدليل كان ربي يحبه اذا لقيت واحد الناس كل يحبوه دليل هكا ربي سبحانه وتعالى حب وربي ان شاء الله يحببنا فيه هذيك الدليل اذا لقيت رحت مقبول عند الناس افرح راهي هذيك قبول عند ربي سبحانه وتعالى اما اللي يبدا الناس متجفشين منه بعت علي هذا بعت علي هذا بصاحب مشاكل وكذا راهو مكروه عند ربي اللي عمل مشاكل مع الناس يكرهوا ربي سيدي العارفين بهذايا بالاحكام هذيا المشاكل يعمل بيها مش الكل فما ناس طبقوا ناس هكاك هذيك سنة ربي في الحياة مش الناس كل مستقيمين كما أتقى رجل واحد ولا الناس كل شياطين يعني فهم الباهي درجات فهم الباهي برشا فهم المتوسط هنا ربي قال منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هكا البشر كل هكاك فما الظالم نفسه يرتكب المعاصي ويترك الواجبات وفما المقتصد
شد الفرائض برك قد ميزان ما تقدمش في المستحبات وفي السنن وكذا، يقول لك هات نصلي صلاه خمسه يكفيني حتى النوافل، هات نصوم رمضان ويكفيني حتى الصيام الاخر ما يصومش، هات نادي الزكاه ويكفيني حتى الصدقات، لا حجيت مره في البركه حتى عمره ما عادش نعطي، فهمت؟ هذا يسمى مقتصد، شد القانون قد وسابق بالخيرات اللي يعمل النوافل وكذا، وهذاك احب عند رب سبحانه وتعالى. هاي سيدي واصل جيش الوقت غدا جيل هاي هبرك دقيقه بحساب في العلم في طالب العلم، وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصيه. حطوا هذه مهمه، ولا يطعهما في معصيه. كما قال الله سبحانه وتعالى قول الله كما قلته لكم بكري، وأن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهما، يعني لا طاعة لمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حطها بين قوسين، لا طاعة لمخلوق في معصية، هذه قاعدة عامة ما تتخلفش بالكل، مهما كان قيمته الإنسان عندك ما تطيعوش في المعصية. ما هو دي مهنة كان عمرك ما تطيع إنسان في معصية ربي، لا أبوك ولا ولدك ولا زوجك ولا أي حد، لا قريب ولا بعيد، خاطر كل واحد مش يطيع مخلوق ويعصي ربي كان وجعل لك المخلوق هو الخالق، ولا يعبد فيك الشخص هذاك، لأن اللي تعبده طيع هو اللي تطيعه، نوع من الإشراك. أي نوع من الإشراك، شرك وإن كان هو شرك خفيف هذا، لكن الشرك الكبير هو اللي قلبه مش مؤمن خلاص، أما هذا نوع من الشرك، أنك تطيع المخلوق وتعصي الخالق، هو العكس أصح، ممكن تعصي المخلوق لكن ما تعصيش الخالق. لهذا قال الله تعالى لا طاعة لمخلوق. هذه قاعدة عامة استنتجناها من القرآن والسنة. لا خطأ، ربي قال وإن جاهدك على أن تشرك بشيء فلا تطعهما، هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هو أمرك بالشرك هذه معصية، وربي أمرك بالتوحيد، طيع ربي أمرك بالتوحيد، استحيل كان تشرك بالله، ولو سيدنا إبراهيم مش هو أمره بالشرك، مش تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قالوا نشرك معك مش ندخل النار، تنفعني أنت نهار آخر، تبرأ منه، ويهدد فيه أبوه، قال نقتلك إذا تخرج عن دينك نرجمك ونحرقك ونعمل لك، قال علاش هاجروا؟ خلاه ومشى. سيدي وك الصحابي وك الأغنيين برشا وكل وطلع من الطرف نتاعه وطلع من خير. هاي مصعب بن عمير. لين ولا بعد ما كان كيف يمر في الطريق من الروائح الطيبة اللي يعملها، يقولوا مصعب مر من هالطريق. مر الطريق، راهو كان مدلل عند أمه وأبوه مدلل، ويعطيه المال باش يشري أزين الثياب وأحسن الطيب ويأكل أحسن الماكلة، كي يدخل في الإسلام تبدل كل شيء، كي يدخل في الإسلام، ما أمه حلفت لا عاد تأكل ولا تشرب إلا ما يرجع ولدها للشرك، قالها والله وكان تموت. مرة وترجع الحياة وتزيد تموت مرة وترجع الحياة باش نشرك بالله، ما نشركش بالله، وكانش تعمل في الوقت أيست منه ومنعت عليه كل مال وكل كذا، حتى مسكين ولا وفي وقت من القتل لبس جلد بتاع حيوان القسم يلبس، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويتعجب، يقول لأصحابه انظر ماذا فعل الإيمان بصاحبكم، انظر الإيمان القوي شفع، سلم في كلك الطرف هذاك ونساه من اجل محبه ربي سبحانه وتعالى، ومن اجل باش يبدا مؤمن موحد وما يتحكم فيه حتى حد باش يرجعه للشرك ولا للكفر. امه قاطعها علاش؟ خاطر امرته بالشرك. امرته بالشرك، قالها يستحي وكان تموت 100 مره وراك تموت وترجع وتموت وترجع وانت تجاهد فيها باش تشرك، يستحي. هاك الوقت ايست منه. اما قطعوا عليه كل مساعد. كيف انت كلمة ساعة واحد يدخل مسيح يدخل الاسلام مالي الكل يقاطعوا، بدل دينك هاي برا سيدي تو ينفعوك. موجود هذا، فما الناس متحجرين في دينهم، يرى كل واحد خرج عليك الدين كانوا كفر الكفر الكبير، موجود هذا. هكا مصعب بن عمير يعتبر من اول صحابه،
على كل صبر اللي صبر وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم فرح به واستعجب فيه. انظر ماذا فعل الإيمان بيصح. شوف الإيمان كي هذا إيمان قوي، كيفاش الإنسان يعتزل الدنيا الكل من أجل الله عز وجل ويسلم في شهواته ورغباته الكل من أجل الله باش ربي ما يغضبش عليه. مالك توني كان ما شاء الله، قلت لك بالطيبه اللي يحطوا على دبشه وعلى بدنه وكذا يقعد تقعد الريحه في الطريق موجوده حتى بعد ذهب. يقول مصعب بن عمير مر من هنا هاي الريحه فاوحه. ونساء ماذا به شكون تحظى به زوج مثلا كذا يتعاركوا عليه كيف نقول. هذا الكل سلم فيه من اجل الله سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيل الله وكذا. حتى كيف مات كما يقول وقت جاوا يغطيوه ما عنده الا ثوب قصير، كان غطوا له راسه تقعد رجليته عريان، كان غطوا رجليته يقعد راسه عريان. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحيلوا فما حشيش فاوح هكا نوع نبات فاوح اسمه الاذخر، غطوا له به رجليته يعني ثوب غطوا له به راسه وبدنه حد لهنا ورجليته يعني غطوا له بالاذخر، يعني حتى كي مات مات فقير لا يكسب شيء، لكن عند ربي سبحانه وتعالى عنده اجر عظيم، اجر عظيم. اللي يبتلى اكثر يكون درجته في الجنه اكثر. مال هاكم رجال بحق، هاكم رجال الا تلقوا هالدنيا من اجل الله عز وجل وتلقوا كل متع الحياه من اجل الله. امين ان شاء الله ربي يجعلنا ما اللي يحبوه حب كبير اكثر ما في الدنيا وما فيها. هاي سيدي نواصل لا تو الوقت يظهر الجنة كما قال الله تعالى هاني حطوا بربي من قوسين وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا وإن جاهداك يعني جاهدوا فيك وحبوا ردوك بالسيف وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا يعني باش تولي كيفهم في الكفر وفي الشرك وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما عن نهي من الله نهي حاسب فلا تطعهما رد بالك في المعصية لا فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما يعني زيد بعد وصاحبهما في الدنيا معروفة باش ما تنساو البر يقعد ديما مطلوب في الحاجات المباحة وفي الحاجات الضرورية وفي الحاجات الواجبة يقعد البر مطلوب وصاحبهما في الدنيا معروفة عاشرهم بالمعروف رغم كفرهم ورغم شركهم كيف هذا واحد جاهل يقول لي مش نقطعهم بعضهم كفار لا تعتني بهم ولا نصرف عليهم كذا يقول لي هذا ماشي بالهواء بتاعه مش ماشي بالشرع قطعهم فم برشا يقول كافر ما نستعرفش به سيدي شنو نقعد عايش مع كافر يعني يدخل بالاسلام ولا ما عادش نقول لا مشكل فم حدود راعي حدود ربي ما تطيعهمش المعصيه لكن برهم يقعد واجب لابد تنفق عليهم لابد تقول لهم كلمه طيبه ما تسبهمش ما تشتمهمش هكا بين وبين خلقهم ربي مش حاسبهم مش انت اللي مش تحاسبهم على دينهم يحاسبهم ربي. وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه ها مش نقرا لكم اخر جمله كان تحبوا تكتبوها نخليوها للمره الجايه. وعلى المؤمن ان يستغفر لابويه المؤمنين وعليه موالاه المؤمنين والنصيحه لهم. هذه كملوا الجمله هذه برك. وعلى المؤمن خط الطابع الوالدين. وعلى المؤمن ان يستغفر لابويه المؤمنين اذا ابوك وامك مؤمنين استغفر لهم سواء في حياتهم ولا وبعد وفاتهم اكد يعني اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم تقبلهما بعفوك ورحمتك، اللهم أسكنهما فراديس جنانك، قل حتى زاد بجوار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام، أتمنى لهم كل خير، هذاك راهو يسمى البر بعد الوفاة. خاطر برهم يتواصل حتى بعد الوفاة بالدعاء لهم وتنفيذ وصيتهم المشروعة إذا كان وصاوك وصية مشروعة مش مخالفة للشرع نفذها زاد هذاك من البر وتقعد مصاحب أصحابهم الباهين إذا أمك
عندها صاحبة داية صاحبة هي وهي على تقوى الله على طاعة رب ما تقطعش معها الصيل دي ما مش تطل عليه كيف تمشي تطل على زورها كان صلت كان صلت رحم على جيل أمك يعني ما تقطعش الحبل مع صاحبة أمك الباهي الباهية ولا أصحاب أبوك الباهي الولاد زاد ما يقطعش الحبل مع أصحاب أبوه الباهي فهمتوا تو يعني كل عشرة يزيدوا تو كما برشا تو يبدو يقول نعرف أمك وربي يرحمها وكانت ديما تجينا وتعاوننا وكذا وتقضي معانا وكذا وهذا هو نحبهم ونمشي نزورهم ونطلع عليهم خاطرهم زاد يحبوا الوالدة باش ما نقطعش الصيلة بيناتهم اي يقول يرحم بوك يرحم امك وكذا وراه كان بوك يعني انسان طيب ورانا عشتنا طويله وعشتنا يعني العمر ما تقطعش معاهم بكم كيف تقطعش معاهم يفرحوا والديك في قبورهم قول هذا كان دليل على محبته لينا يعني يحب حتى احبابنا ولا عشرناهم عشر طيبه لوجه الله اما اذا كان معاشر الناس مش باهين لا اذا معاشر مع المعصيه لا اقطع الصيله هذيك خاطر ما نصوش ناس يعني كان يفعل في المعاصي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك ان شاء الله تكونوا استفدتوا فضل مرأة ولدته بسبب الحمل والولادة فترة رمضان شنو عليها تو؟ فترة رمضان هذه كان إذا وقت اللي توصل الوقت اللي تنجم تصوم لهي حامل لهي ترضع ولا كملت رضعتك ما عادش عندها نانا عم الصيام تصوم ولو حتى بعد عامين ما عليهاش فدية حتى في التوخير أنا أما إذا كان يعني هي قدرت باش تصوم مع ذلك زادت وخرت حتى وصلها رمضان الاخر يولي على مع كل نهار تصوم فدية يعني تطعم مسكين مش متعمده معناها مش متعمده هي تنزل من تصوم حتى بعد يعني شي رمضان اذا كان عندها مانع العام هذا رضعت العام الاخر حملت كذا ما يصيرش تقعد ولو باش تخلص بعد ثلاث سنين ولا اربع سنين يقول لها باش تخلص من غير ما عليها فدية اما اذا كان وخرت متعمده وهي تنجم تخلص ولي عليها فدية ماذا بكم الفيديو ووزعوا على اكثر منكم راهو عندك اجر وثواب على كل واحد يسمع خاصه درس اليوم مهم جدا في العلاقات نتاع مع الناس في المدينه خاطر هذا يفيد لهم برشا وعندك اجر وثواب ان شاء الله عندك طريقه كيف تصب لهم هذاك انت مهمتك مهمه كبيره ياسر لان تدل على الخير كفاعله هكا